كان لدي دورة في دولة من الدول بال يعني في فرنسا. ماذا نقول فرنسي فرنكك؟ فجاني أحد الشباب وقال عندي رجل يريد يسلم. إفر بروزش كم نرد شيخ أنا جاي. أنا سلمان اليوم ما عندي فيو بكير. 17 سنة. سيف انتينيا. لقال لكن لدي شبهات. ما رأيك بالبعض ميس فاتين؟ أن قم دايد لك هيدا. فهل يمكن تجلس مع هذا الشاب يعني قليلا؟ إيش متى ممكن نزيته؟ قلت طيب ما في إشكال بعد الدرس إن شاء الله نجي. ماذا لازم خاف من مكازد؟ جاء المترجم وأنا وهذا الشاب. بفرطان الكم ربع زيتة انتصارت بس انتافه. عندما جلسنا. هذا بزاف. ماذا لديك؟ الشيخ فرطان بتسأل قال عندي شبهات. إذا تأكل بط انداير لك هذا بط مش فاتينه. أنا والله لا أعرف يعني دعوة غير المسلمين. لا أعرف يعني. نعم. أول مرة كنت يعني. قريب السفر. نعم. البخيل فاسد الشيخ سوبريز هذا كيف خيل فارغ ما تتعاد له خفن. صار ديالوغ ما تصير كنيت مسلم. فقلت له هذه الشبهات من الشيخ هذا يخت ديز مس فاتيني دي هبت في أمدار الكيدة. فبيز أن ديز أفكوبسة. هذه من الله تعتقد أن أو من الشيطان. زين ديز أفكوبسة خفن الله وخسي أوفر تاريخين. أفكم استخفن الشيطان. قال لا هذه من الشيطان. أنتظر اسمعي ده سيفن الشيطان. قلت الحمد لله إذا أترك الوساوس أدخل في الإسلام. بس هذا إخلاص ده فلاس إن فلاس ترينا. أنت ليك إسلام دين. من اعترض عليا؟ في بس في كم تيخ الشيخ إن زين فورد إن تيخ تيخنا إن. المترجم اعترض عليا. فرطالة. الله الله يهديه. نعم المترجم اعترض. المترجمين اليوم الله كله. المترجم قال لا نسمع منه ماذا لديه من شبهات. هذا مترجم الشيخ دفتر الشيخ معي هم طهور بض ليش فاتينا زين. فأنا قلت للمترجم خلاص طيب نسمع منه. إذا الشيخ أشكوك تعال اجلس مكاني أنا أمشي. إذا الشيخ يعني بناي بلاتسين إخاف من دور. أنت فقط هنا تترجم. يا بتي أرين دفترالة كلمة كلمة بور فور بور أنت بيت سلفار هاي تختروا عن خستو دارين تريد تسمع منه إذا أنت تفاهم وأنا أمشي. شايف أنا في عن هورة للخايق ذي. فقال لا خلاص تزع عين لي خذ لا تتوسطي تبت لله هيك بتوبة خدان مع الله عز وجل. فقلت لهذا الشاب قلت لهذا الشاب إكسا تستخدم زي يومان. قلت أنت تعرف أن الإسلام حق بي في الأوف تخدم الإسلام بارهيتس. قال نعم زيك. قلت لماذا لا تسلم؟ بارم بكيري ظني. قال أفكر عندك صدق في نابين. قلت لا متى عشان تضفنير. قال لا غدا. قلت تضمن لي أنك تأتي غدا حي كي ما يخرن ديره خرنسي خيف هذا كده مرخ بنت. قال لا أسألني. قلت إذا أسلم الآن أيضا كنيو بكيرة. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. تريت ما تيز فورد فورد مسلم. نطق الشهادة أسبرك تيز اختيخ نيس أوت. هذا المترجم يطلع الجوال يريد يسجل الشهادة. ليس فرطالر أترك خلاك التلفون أتزنزك أنا أريد تخليك فصلخة. فأنا قلت له الآن لو بدأنا نتناقش معه والشبهات ما انتهينا. الشيخ إذا تخيم تخ أصف يو ميتود زودو خان هانتيرا أتزم متهم دي مسفاتين زودو خان أت هورا بارو نوغ لانغ نيت كلار خويس كندربور دايس نيت دو بكير. نعم الكافر الآن لا تخاطب بشيء إلا بالتوحيد فقط. نيت مسلم مش عليه أن سبريكا بالتوحيد. لا تتكلم عن الختان. بعدي توفر سنايدنيس إن. لا تتكلم عن الخمر. عن الكحول. لا تتكلم عن شيء عن التوحيد بس. فقط علينا أوفر التوحيد. إذا أسلم. من ذهب كير. شرح الله صدر. من فرمت الله زين بورس. نصراني جاء إلى الضحاك بن مزاحم. الضحاك بن مزاحم إمام. إن كريستن كومنر الضحاك بن مزاحم. مزاحم نعم بس خروط إمام. قال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. عايز أختي يا إمام أو إمام يكهوفن الإسلام إنك هوفن الكحول. يعني هو ما الذي يمنع من دخول الإسلام؟ بط فير هاوتن دشفنة إنتريد إن الإسلام محبة الخمر إذا اللي في دفور الكحول. قال له الضحاك رحمه الله نعم الضحاك يا زخت تخيب. قال له أسلم زي بكير تريد الإسلام بينا وإن شئت شربت الخمر. إن ألشيفيل ما قال له يعني اشرب لا قال إن شئت إن ألشيفيل درينك هزاني درينك هزاي ألشيفيل درينك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول. أخي تأخذ فرفوخوس
بغتايخنس عليه اذا اف فقال له انت الان مسلم اذا ضحكت خم يبقى انت مسلم لو ترجع عن الدين انت مرتد اشي اشي دي افك فان انت فان ليس الاسلام ها تبي افرح ولو تشرب الخمر انا شي الكول درينك السلطان يضربك رختا ظل نوردل اوفر فيلم تزويج فلاخ انتهى الامر انت والله اعلم.